احنا موجودين هنا في الويت ليب الخاص بالمعمل التفريخ والفسيولوجي، اهمية القسم ان هو بيساعد على زيادة الانتاج والوصول لاحسن الانتاج بالنسبة للسمك بانواعه، يعني البلطي بانواعه او القراميط. احنا وزعنا بالنسبة للتوزيع فينا سمك بوري اصبعيات صغيرة، انا وزعتها علشان اشوف علاقة الوزن والطول بالكفاءة التناسلية على مراحل معينة، يعني لمدة مثلا 3 شهور بناخد كل 15 يوم الطول والوزن ونشوف علاقتهم بعد كده ازاي بيحصل فيه تطور. وكمان ممكن ان احنا نأثر عليهم بأي مواد كيماوية بس يبقى فيه سيف ليها مش تكون مميتة، ونشوف تأثيرها على الزراعة الصغيرة بحيث ان احنا نوصل لأحسن سلالات ليها ويكون الانتاج البوري كويس. في كمان انا اخدت عينات من القراميط فريش موجودة معايا هنا في الفورمالين، وفي سيرم وبلازما اخدت عينات دم، واخدت الاحشاء الداخلية علشان خاطر برضو ان انا اقيس فيها البروتين والحاجات اللي انا ممكن اقيسها في المواسم المختلفة، يعني ممكن نقيس في الشتاء ناخد عينة في الشتاء، ناخد عينة في الصيف، في الربيع، في الخريف، ونشوف تأثيرها على السمكة دي تأثيرها ايه. المعمل المركزي لبحوث أمراض الأسماك هو معمل ليه عدد كبير جدا من الأنشطة. دخلنا المعامل، شفنا طريقة العمل، الأدوات والإمكانيات اللي موجودة، طبيعة الاستزراع السمكي في مصر، البحيرات دي كلها بتأثر على جودة الأسماك. احنا عارفين ان علشان أوصل لأسماك تكون جودتها تناسب المستهلك لازم يكون عندي مياه جيدة، تغذية سليمة، يكون عندي متابعة للحوض نفسه وللتركيب المحصولي. في البداية طبعا انا برحب بحضراتكم، مجهود رائع يعني وبشكركم عليه. اتعرف بحضرتك الاول. دكتور محمد مصطفى سيد احمد، المعمل المركزي للبحوث الثروه السمكيه، قسم صحه الامراض صحه الاسماك ورعايتها. تمام. بنعمل ايه احنا هنا؟ ده المعمل المختص بان انا اعزل المسببات المرضيه اللي بتبقى موجوده في السمكه علشان اقف على ايه المسبب المرضي اللي عمل المرض ده في السمكه. في حاجات بنعملها هنا داخل المعمل، وفي حاجات بنعملها على الحوض في المزرعة. بنعمل بعض القياسات للمية، بناخد عينات دم من الأسماك من هناك وبنعزلها وبنفصلها ونجيب السيرم، وبنعمل بعض التحاليل البيوكيميائية على الدم بتاع الأسماك، وفي نفس الوقت بنزرع من السمكة ونزرع من المية اللي هي بتتربى فيها السمكة علشان نقدر نعمل مزرعة بكتيرية، وبعد كده بنعمل عملية تصنيف للميكروب، وبعد التصنيف بنعمل حاجة اسمه اختبار الحساسية الدوائية للميكروب المسبب للمرض إذا كان بكتيريا أو إذا كان فطر، أو بنوصف العلاج المطلوب بعد عمل الاختبار الحساسية الدوائية. هيقول لي إن الميكروب اللي موجود ده حساس للدواء الفلاني، فأنا بوصفه للمربي وبيجيبه ويضيفه على الأعلاف، وبالتالي بنحصل على نتيجة قد تصل إلى أكثر من 90% علاج في الحوض على الطبيعة. في سؤال مهم، بنعرف إن في أمراض بتصيب الأسماك. نعم. مدى ارتباط الأمراض دي أو تأثيرها على صحة الإنسان؟ في أمراض مشتركة ما بين الأسماك والإنسان زي ما بنشوف في المشال الكبيرة أو في الدواجن. نعم. زي إنفلونزا الطيور مثلا. نعم. إحنا عندنا في الأسماك في أمراض دي بتنتقل للإنسان وإزاي؟ هو في بعض الأمراض اللي هي ممكن تتنقل للإنسان، زي مثلا ميكروب الإيرومونس هيدروفلا اللي هو بيعمل موت بدرجة كبيرة توصل أكثر من 50% من الحوض، ده ممكن يتنقل للإنسان وبيعمل إسهالات. بيعمل إسهال في الإنسان. في بعض الأمراض الطفيلية اللي هي ممكن تتنقل، بعض أنواع الديدان والحشرات اللي هي موجودة على السمكة ده برضو فيها أمراض مشتركة زي الهالوزن ديزيز. بما أن حضرتك طبعا بتقوم بالعملية التحليل والفحص دايما وبتشوف الأسماك، نقيم الأسماك في مصر على أي أساس؟ نقول عنها إيه؟ أنا لما أجي أقيم الأسماك في مصر ما أقيمش تقييم عام، ولكن أنا ممكن أقيم منطقة منطقة، لأن مثلا المنطقة اللي هي بيتم فيها استزراع سمك على مياه الصرف الصحي والظرف الزراعي والصرف الصناعي والكيميائيات اللي بتبقى موجودة دي طبعا هتبقى أقل جودة، وربما أنها تحتمل وجود بعض العناصر الثقيلة التي قد تكون سبب في حدوث بعض الأمراض السرطانية أو الأمراض التي تؤثر على الكبد.
لكن مثلا المزارع اللي هي بتستقي المياه بتاعتها من النيل مباشره دي بتبقى الجوده بتاعتها عاليه. بعض المزارع اللي هي بتغذي الاسماك بتاعتها على الاعلاف اللي هو ال 25% و30% بروتين دي هتبقى افضل جوده من الاسماك اللي هي بتتغذى على مخلفات الطيور زي السبله والقراميط اللي بعض الناس المخالفين للقانون تربية الأسماك، وطبعا انها بتغذي مثلا على الحيوانات النافقة والطيور النافقة والأمعاء بتاعت الحيوانات بتاعت الدواجن وخلافه. طيب بتغذي على الدواجن النافقة؟ نعم، بس مش البلطي. بس مش البلطي، ما هو دي انا عايز بصراحه في معلومات بيتم تداولها مغلوطه. احنا عمرنا ما شفنا سمكه بلطي مفترسه، يعني هتمسك بواقي. انا بطلع في لجان المحافظه مع لجنه المحافظه الخاصه بمتابعه المزارع السمكيه، وظبطنا اكتر من مره عربيات وتروسيكلات محمله فراخ نافقه وامعاء، وصورنا الكلام ده واتعمل بيه محاضر بالنسبة للمحافظة. هنا كان في بعض منها في محافظة الشرقية وبعض منها في برضو خارج محافظة الشرقية. الكلام ده مش بيتم ان هو يكون يعني هو ده المعتاد في. وحضرتك قلت لي البلطي ما بينفعش يتغذى كده، امال السمك ايه؟ لا ده كان القرموط. القرموط، لكن البلطي بجميع انواعه ده بيعمل عملية التغذية بتاعته من خلال العلف، ان هو يبتلع حبات العلف، لكن ما هوش مفترس زي القرموط. طبعا انا في اسئله كتير جدا في راسي، بس احنا دايما بنتكلم على البحث العلمي والباحثين، فعايزين ندي فرصه بقى للبحث العلمي يتكلم معانا وهم منورينا. اتعرف بيكم. دكتور نشوى عبد الرازق، سيد احمد. اهلا وسهلا. دكتور هبه احمد، اهلا وسهلا. لو جينا نتكلم على مظاهر السمكه الخارجيه، ممكن المستهلك العادي يقدر من خلال فحصه للسمكه يتعرف على نوعيه المياه اللي هي تم تنميتها فيها، على الاعلاف اللي هي اتغذت عليها، ولا ده شيء صعب؟ لا طبعا، بالنسبه للشخص العادي اللي هو المواطن العادي مش هيعرف، لكن في مواصفات للسمكه الجيده، يعني مثلا يعرف السمكه دي طازه فريش ولا مش فريش. طبعا من شكل الجلد، الملمس بتاع السمكه نفسه، العين نفسها، اللي هو المظاهر. مثلا السمكه المصابه بيكون عليها مثلا ايه، بلاقي مثلا هيموريج، بلاقي انزفه على الجسم من بره، انزفه على الخياشيم، انزفه. الحاجات دي طبعا المستهلك بعينه بيعرف، يعرف حتى بيمسك السمكه الملمس بتاع السمكه نفسه، السمكه الطازه معروفه، والسمكه اللي هي الطازه لو ضغط عليها كده ايده بتنزف السمكه من جوه. لكن عشان يعرف يفرق نوعيه الاكل ونوعيه الميه المتربي فيها السمك، لا صعب. جودة المياه من أهم العوامل علشان يبقى عندي أسماك فعلا تصلح للاستهلاك الأدبي. من التحاليل اللي انتوا بتاخدوا منها عينات وبتفحصوها عندكم هنا، ايه المشاكل اللي بتبقى ظاهرة عندي أكتر في المياه؟ المياه دايما بيبقى الهيفي ميتال، وساعات بيبقى فيه برضو أنواع من البكتيريا موجودة في المياه، ده بيأثر على الأسماك، وده أكتر حاجة يعني بتأثر على الأسماك. الهيفي ميتال، المعادن الثقيلة، هي بتبقى مشكلة عندي كبيرة جدا داخل المياه. شفنا تجارب كتيرة جدا بتتم على ان انا دايما ازود في الزراعة السمكية، ان انا ازود في الانتاج الكميات المنتجة عندي. نصايحكم ايه تقولوها للمربي اللي بيشتغل في الزراعة السمكية؟ نصايحنا ان هو اصلا يتفادى حدوث المرض اصلا من البداية، عن طريق نوعية العلف، ان هو يعني يحافظ على مسببات المرض نفسه، جودة المية، يعني دي عوامل تأكد ان اصلا ما يحدث مرض الاسماك وبالتالي الانتاج هيزيد.